يا صباح السعادة، صباح الفل على كل مشاهدينا في كل مكان، مشاهدين صباح البلد، أهلا بحضراتكم وفقرة جديدة. النهاردة هنتكلم عن اعتقاد شائع في أغلب المجتمعات العربية، وهو أن أي زوجين بيحصل عندهم تأخر في حدوث الإنجاب دايما بيبقى المتهم الأول أو السبب الأول هو الست، وأحيانا تقريبا ده السبب الوحيد من وجهة نظر طبعا البعض في التأخر ده. لكن الكلام ده غير صحيح علميا، وده لأن تأخر الإنجاب ليه أسباب كتير جدا سواء من عند الرجل أو من عند الست. من أشهر الأسباب عند الرجل هي دوالي الخصية، وإن ممكن إهمال علاجها يسبب مضاعفات كتير في تقليل فرص الحمل. ده اللي هنعرفه النهاردة وهنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، دكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكور. دكتور ياسين صباح الخير وأهلا بحضرتك منورنا. صباح الخير، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. يمكن يا دكتور زي ما قلنا أني عند أغلب المجتمعات العربية أني أول ما يحصل تأخر حمل عند أي زوجين لسه في مقتبل عمرهم المتهم الوحيد والأول هو الست. الراجل ده يعني ما بيجيش في دماغنا نهائي أن احنا نتهم، يعني احنا دايما ضعاف، دايما بيقع علينا الاتهام في الاول. ولكن زي ما قلنا دلوقتي ان ممكن وده وارد جدا وبنسبه كمان كبيره ان يكون الراجل هي السبب. خلينا نبدا ونقول ان لما نبدا نرمي الاتهام نقول مثلا الراجل ممكن يبقى نسبه التاخر بسببه هو قد ايه، نسبه قد ايه، ونسبه الست ممكن تكون برضو في الحاله دي قد ايه. تمام، كلام حضرتك صح. زمان كانوا بيعتقدوا ان الست هي رقم واحد والراجل مستحيل يكون فيه مشكلة، لكن دلوقتي مع التطور ابتدى يظهر. حتى يعني من فترة قريبة كانوا بيتكلموا ان نسبة المشاكل متساوية، يعني 30% للستات و 30% في الرجالة و 40% مشاكل تانية يعني. لكن دلوقتي وصلت درجة المشاكل بتاعة الرجالة ل 60%، يعني الراجل قد يكون سبب المشكلة في تأخر الإنجاب بنسبة 60%. يعني أنتوا طول عمركم ظلمنا وطلعتوا أنتوا السبب الأساسي تقريبا يعني. تمام، طيب إحنا دكتور زي ما قلنا النهاردة أن ممكن يكون سبب كبير من عند الرجالة هي مشكلة دوالي الخصية. صحيح. خلينا نعرف الأول يعني إيه دوالي الخصية علشان كل المشاهدين يكونوا فاهمين، يمكن يكون مصطلح ما حدش يعرفه أو حاجة مش شائعة قوي أو حاجة يمكن شائعة بس لسه في ناس كتير ما تعرفهاش. صحيح. دوالي الخصيتين هي عبارة عن ان الأوعية الدموية بتاعة او الأوردة بتاعة الخصيتين بتتمدد، يعني بتكبر. فلما بتكبر بيتراكم فيها كمية كبيرة من الدم. الدم اللي بيبقى موجود في الأوردة ده هو الدم اللي المفروض يتاخد من الخصية اللي بيحمل الفضلات بتاعة الخصية ويروح على القلب. فالدم ده لما بيزيد بيضغط على نسيج الخصية بشكل زايد عن الحد، والضغط ده بيرفع من درجة حرارة الخصية، وبالتالي عملية تصنيع الحيوانات المنوية تقل، يعني يحصل ضعف في العدد، ضعف في الحركة. تمام. تشوهات تزيد، يحصل ان مقدرة الحيوان المنوي على تخصيب البويضات تقل، وبالتالي ينعكس ذلك بان يحصل تأخر في الانجاب. تأخر في الانجاب. طب متهيألي يا دكتور يعني من كلام حضرتك ان مشكلة دوالي الخصية دي مش حاجة هينة، يعني هي حاجة كبيرة. صحيح. نقدر نقول ان هي مثلا بتبقى سبب بنسبة قد ايه في تأخر الانجاب لو هي دي المشكلة بالتحديد. تمام. نيجي على دراسة اتعملت كانت سنة 2016، اتعملت على عدد كبير من الرجالة، فيعني متوسط الرجالة اللي اتعملت عليه حوالي 2600 راجل. الدراسة دي قالت ايه؟ قالت ان الرجالة اللي متجوزين وما خلفوش قبل كده، يعني ما حصلش انجاب قبل كده، دي بتوصل نسبة ان الدوالي هي السبب لنسبة 40%، يعني اربع رجالة من كل 10 رجالة ما خلفوش سبب مشكلته هي الدوالي. نسبة كبيرة جدا يا دكتور. نسبة كبيرة. طيب المفاجأة بقى ان لو راجل خلف قبل كده ومش قادر يخلف مرة تانية، يعني خلف واربع خمس سنين مش قادر يخلف تاني، وجد ان 80% من الحالات دي بيكون سببها الدوالي. يعني نسبة اكبر كمان حتى لو كده. هو سبق له الانجاب قبل كده. بالظبط. ليه؟ لان الدوالي في البداية بتكون خفيفة وتبتدي مش مؤثرة فيحصل انجاب، فخلاص فكر ان هو كده الحياة كانت طبيعية وماشي كويس. بالظبط. الراجل فكر خلاص انا كده ما عنديش مشكلة، ما عنديش اي مشكلة، فما بيكشفش ولا يروح. صح. ولا يتابع.
فتبتدي الدوالي تكبر، تأثيرها يزيد، فيتفاجئ بعد فترة ان هو مش قادر يبقى فيه انجاب، يبتدي يعمل التحليل، لا التحليل مش كويس، طب انا خلفت ازاي قبل كده؟ صحيح. فنبتدي نوضح له انها قبل كده ما كانتش مؤثرة، مع زيادة العمر والوقت اللي بيعدي عليها درجتها بتزيد، لما درجتها بتزيد تبتدي تضعف الخصية، يبتدي يبقى فيه مشكلة في الانجاب، وده اللي بنشوفه في حالات كتيرة. صحيح. ان بعد ما بيتم ان هو يعمل عملية الدوالي بالطريقة طبعا الحديثة اللي احنا بنشتغل بيها، يبتدي ان هو يلاقي ان العدد اتحسن ويحصل انجاب مرة تانية. فهو ده اللي احنا بنقوله، التشخيص الصحيح، نبقى عارفين الاسباب المهمه، هو ده اللي بيوصلنا للنجاح. تالي يا دكتور التشخيص الصحيح، وكمان حاجه مهمه جدا التشخيص المبكر. صح. يعني تالي دي حاجه بتوفر على الدكتور مراحل كتير قوي من صح. العلاج، وبتوفر كمان على المريض ان هو مشكلته تتحل بدري. صحيح. طيب ده هلخصه لحضرتك في في حالتين. يعني في واحد جالي مخلف قبل كده واتفاجئ ان هو بيعمل تحليل سائل منوي وهو صفر. وهو مخلف قبل كده. تمام. بعد حوالي 7-8 سنين. طب صفر ليه؟ لان هو كان عنده درجه دوالي بسيطه، ولكن شغله بيشتغل في عمل شاق. وبيقف فترات طويله، ودرجه الدوالي ابتدت تكبر وتزيد بشكل كبير، واصله لدرجه تم اهمالها تماما. فابتدى ان هو يوصل لمرحله ان مفيش حيوانات منويه. تمام. الحاله كده بقت طبعا متاخره. بالظبط كده. فهو الفكره دلوقتي ان احنا مضطرين ان احنا نعمل الدوالي، ناخد علاج علشان الخصيه تبتدي ترجع تشتغل بشكل طبيعي مره تانية. تمام كده. ولكن ده فرصته هل تقارن بفرصه واحد اكتشف الدوالي بدري؟ فابتدى يعني لما بنكتشفها بدري. صحيح. نكتشفها بدري يبقى نسبه الحدوث قليله، ونسبه الشفاء منها اسرع. بالظبط. ونسبه الشفاء منها اسرع طبعا. يعني شخص هو كان جاي تاخر انجاب 3 سنين، شفته كان عدد الحيوانات المنويه حوالي 5 مليون. مجرد ان احنا شخصنا الامر ان هو دوالي، عملنا العمليات 3 شهور، رجع الموضوع انجاب بقى مره ثانيه. ليه؟ لان ده شخص الموضوع بدري. شخص بدري. بالظبط. الشخص اللي كان صفر لا اكيد هياخد وقت. بالظبط. بياخد وقت اطول، وبيبقى فرصتنا ان احنا عاوزين نشغل الخصية عشان يتوجد حيوانات منويه. علشان بس يبقى عندنا فرصه مثلا في الحقن المجهري، في التلقيح الصناعي. تمام. فهي دي الفكره، ازاي نشخص وامتى نشخص علشان نقدر نوصل للحاجة المظبوطه. طيب بما ان دلوقتي يمكن حضرتك ذكرت لنا سبب من اسباب حدوث دوالي الخصيه، وهي يمكن العمل الشاق على الرجل، ولكن اكيد في اسباب تانية كتير زي اي مرض، اكيد ليه اسباب معينه او عده اسباب ممكن نقولها دلوقتي يمكن الرجاله يعرفوها، فنحاول ان احنا نتجنبها. تمام. يعني اهم حاجه هي الاستعداد. الاستعداد بمعنى ان في رجاله كتير بتبقى مولوده باستعداد لان يبقى عنده دوالي في الخصيتين. دي حاجه خلقيه. فعلا. ان عنده ضعف في الجدار بتاع الاوعيه الدمويه بتاعه الخصيه، والضعف في الجدار بتاع الاوعيه الدمويه دي بيخلي عنده دوالي، لدرجه ان احنا في رجاله بنشوف عندهم الدوالي من فتره المراهقه. فدي لازم ان احنا نشخصها بدري. طيب الحاجه التانية طبعا العمل الشاق والحاجات دي من بعض الحاجات اللي بتزود من درجة الدوالي. تمام. بعض الناس طبعا لازم ياخدوا بالهم، الناس اللي عندهم دوالي في القدمين. الناس اللي عندهم دوالي في القدمين هم عرضة اكثر جدا جدا لدوالي الخصيتين. تمام. وبالتالي يبقى لازم ان احنا مجرد ما يشك الزوج ان عنده مشكلة، حاسس ان في عروق جنب الخصية زيادة، يبتدي يتوجه للمتخصص طبعاً. عشان يقدر يشخص له المشكلة. طيب يمكن يا دكتور ان احنا نقول للراجل ان انت اللي عندك مشكله، او انت اصلا عندك مشكله، حتى لو مثلا واحد مش في نيته الانجاب وروح للدكتور، دي بتبقى تقيله شويه على الرجاله ان احنا يعني نخليهم ياخدوا الخطوه دي. فعايزين نعرف من حضرتك ازاي بيتم تشخيص مرض دوالي الخصيه بصوره بسيطه، علشان كل المشاهدين لو حد بيشوفنا عنده المشكله دي يعني ما يترددش ان هو يبدا ياخد الخطوه. تمام. طيب التشخيص بيعتمد على حاجتين. رقم واحد الكشف السريري. كشف السريري ان انا اشوف العيان وافحصه بايدي كويس، وانا بفحصه في طريقتين مهمين جدا للكشف. يعني فكره ان انا انام المريض على السرير بس واكشف عليه كده ممكن ما تكونش صحيحه، لان ناس كتير ما بيتشخصوش بالشكل ده، نقول له لا والله ده انت ما عندكش حاجه، عندك دوالي بسيطه. تمام. لكن هو رقم واحد انه لازم بيوقف على رجليه. يعني انا من الناس اللي بشوف المرضى بتوعي كلهم واقف على رجليه، ما نايموش على السرير. ليه؟ لان درجه الدوالي بتبقى اوضح. رقم اتنين ان انا اخليه يكح
في طريقه معينه ان هو بيكح واحس بالنبضه بتاعت الدوالي ما بين صوابعي. دي رقم واحد، يبقى الكشف السريري يعني باليد. رقم اثنين الاشعه التلفزيونيه الملونه اللي بنسميها سكروتال دوبلكس، ودي من اهم الحاجات واللي لازم تبقى دقيقه، بمعنى ان مش اي مكان يتعمل فيه الاشعه دي بتطلع صح. ودي الحاجه اللي احنا بنلمسها كتير. ليه؟ لان هي محتاجه دكتور متخصص في دوالي الخصيتين، دكتور متخصص في الذكوره بجهاز معين كفاءته عاليه، لان للاسف في بعض الاماكن بيجيبوا اجهزه بسيطه ممكن يبقى شغال عليها فني بالظبط، مش فاهم قوي، او دكتور مثلا تخصصه مش الموضوع ده، يعني هو قاعد بيشتغل الاشعه بتاعه الراس، اشعه بتاعه العظام، اشعه بتاعه بياخد دي في السكه، فده اللي بيخلي النتائج اقل، يخلي فرصته ان هو يشوفها اقل. كمان طريقة ان هو يعمل الاشعة، يعني احيانا بعض المرضى الدكتور بيناموا على السرير يحط عليه السونار انزل خلاص كده. لكن هي مش كده بس، هو لو ما شافهاش وهو نايم على السرير ممكن يوقفه على رجليه ويقول له احزق كح ويحط السونار. كفاءة الجهاز اللي هو بيشتغل بيه، لان كفاءة الجهاز زي العربية، يعني الواحد لو معاه عربية متطورة يقدر يمشي في الطريق براحته، لكن غير لما يبقى معاه عربية يعني قديمة على قد حالها هيبقى المشي صعب جدا طبعا. فهي الفكرة كده ان انا لازم يبقى مكان متخصص في الزجورة هو اللي بعمل فيه الاشعة، دكتور متخصص في الاشعة بتاعة الخصيتين في مكان متخصص للذكورة، رقم ثلاثة جهاز متطور، وهو ده اللي احنا موفرينه. احنا موفرين الثلاثة في نفس المكان بحيث ان يبقى النتائج اوضح، النتائج ادق اكتر، مظبوطة طبعا عشان التشخيص يبقى ما فيهاش اي تشكيك او اي يعني وارد لحدوث خطا هنا. بالظبط كده، لان ناس كتير بتجيلنا باشعاعات بتبقى غير منطقيه ويعيش انه 4 5 سنين على انه ما عندوش دوالي والحاله عماله تتدهور. لما نيجي نواجهه والله ده لا ده انت الدوالي بتاعتك دي بقى لها 7 8 سنين ازاي؟ طب ما انا كنت عامل اشعه، لانك اخترت مكان كفاءته قليله. تمام، هي دي الفكره طبعا. يعني الكفاءه مطلوبه حاليا في كل التخصصات. صحيح. خبره الدكاتره حاليا مطلوبه جدا جدا، لان دلوقتي بقت الناس كمان بتهمل قوي في المرض، فعلشان دكتور شاطر يكتشف ده لازم يكون يعني ذو خبره وكفاءه. صحيح. وعنده اجهزه حديثه وكل حاجه فعلا تبقى متوفره. صحيح. طيب يمكن يا دكتور لما بنتكلم النهارده عن دوالي الخصيه يمكن برضو يكون في ناس بتشوفنا النهارده هي عندها فكره بالموضوع او ناس هي مصابه بالفعل، ولكن برضو في بعض الناس عندهم اعتقاد أول وأخير أن الحل الوحيد لمشكلة دوالي الخصية هي الجراحة. هل النهاردة في حلول تانية حديثة ولا هو يقتصر الحل على الجراحة فقط؟ تمام، هي الفكرة فعلا كده، ان دي من المشاكل اللي حلها هو حل جراحي فقط لا غير، ما لهاش حلول دوائية، لان في ناس كتير بنشوفها بياخد 5 6 سنين حاجات مقوية للأوعية الدموية، حاجات طبعا ما بتجيبش نتيجة، فهي فعلا حلها جراحي. وافضل طريقة في الدوالي هي الجراحة الميكروسكوبية باستخدام الدوبلر الجراحي، ودي يمكن الطريقة اللي احنا متفردين بها في المركز عندنا، لان هي رقم واحد نسبة رجوع الدوالي فيها بتكون طفيفة جدا، يعني 0.5%، يعني راجل كل 200 راجل، عكس الطرق التانية اللي نسب الرجوع في الدوالي فيها بتكون مثلا 25 و50% وربما أكتر. تمام. رقم اتنين الأمان في العملية، إن فكرة إن يحصل مضاعفات في العملية بتكون حاجة بنسبة كبيرة ضئيلة جدا يعني بالظبط كده. ليه؟ لأن إحنا ندمج الميكروسكوب الجراحي مع الدوبلر يبتدي إن إحنا خلاص متأكدين إن ده الشريان، متأكدين ان دي الدوالي، شايفين كل حاجة بوضوح، وبالتالي يبقى فرصة الشفاء اسهل. الخبرة هنا يا دكتور بتتكلم يعني بنسبة كبيرة جدا. صحيح. في الحتة دي يعني والامكانيات. طبعا خبرة وامكانيات. طيب هل يا دكتور في ممكن يكون معتقدات خاطئة عند اللي بيشوفونا النهاردة عن موضوع دوالي الخصية نقدر ان احنا نصلحها لهم؟ يعني هل بيجي لحضرتك حالات بتورد عليك ان بيكونوا جايين بمعتقدات غلط في دماغهم وحضرتك بتصلحها لهم اول ما يجوا؟ صحيح. رقم واحد اكبر معتقد ان واحد يجي يقول لي والله ده انا عندي دوالي خفيفه، الدكتور قال لي ان انا عندي دوالي خفيفه ومش مأثره عليا، ده انا ليا قريبي عنده دوالي كبيره وخلف. فهي فكره كده، فكره ان انا اربط
حالتي بحالة غيري، انه عشان مثلا فلان بيشرب سجاير وبيخلف عادي، اشمعنى انا بشرب سجاير ومخلفش؟ لا، ده استعداد، وكل واحد ليه مشكلته وليه طريقة في الحل. مش معنى ان واحد بيعمل حاجة غلط ونفع ان انت لما تعمل صحيح. نفس الغلط هتنفع. فهي الفكرة كده، ان لا، درجات الدوالي حتى درجات الخفيفة بيكون لها تأثير، بيكون لها تأثير، ولكن فكرة التعامل معها، يعني مش دايما ان احنا بنلجأ لان احنا نعمل عملية الدوالي في الحاجات البسيطة، ممكن يكون خلل هرموني اعالجه. فهي الفكرة دي. طيب الحاجة التانية، ان بعض الناس يجي يقول لي والله طب ده انا سمعت ان الجراحة العادية هي الافضل. في ناس بتشيع كده، لان طبعا المشكلة ان الامكانيات كبيرة مش متوفرة عند ناس كتير. صحيح. فلما يروح لدكتور مش عنده المتوفر ده، فيقول لا ده ما فيش احسن من الجراحة العادية، بيقنعه بالموجود عنده بالظبط. في حين ان هي الجراحة الميكروسكوبية لما نيجي نشوفها هنلاقي فيها مميزات كتيرة. رقم واحد ان هي عبارة عن غرزة وغرزة بس في المنطقة بتاعت العانة، وعملية نص ساعة مش اكتر، وبعدها بحوالي ساعتين بيتحرك ويروح عادي ماشي على رجليه، وبالتالي الريكفري كمان بيبقى اسرع وبيمارس حياته الطبيعية. صحيح. بصورة اوضح. دكتور ياسين، يمكن الوقت النهاردة جري مع حضرتك بسرعة، اتمنى نكون يعني قدرنا نجاوب على اسئلة كتيرة من اللي بتيجي في دماغ المشاهدين اللي بيشوفونا. ان شاء الله لقاءنا يتجدد مع حضرتك تاني كتير، لان لسه معانا مواضيع كتير لازم حضرتك تجاوب لنا عليها. بشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا. دكتور ياسين الفقي، استشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. النهارده اتكلمنا في موضوع مهم جدا وهو دوالي الخصيه، اتكلمنا عن اسبابه وكمان عن طرق العلاج الحديثه، وعرفنا كمان ان خبره الدكاتره والامكانيات الموجوده النهارده هي حاجه مهمه جدا جدا علشان الشفاء الاسرع، وكمان تشخيص الحاله بسرعه فيكون الحل بتاعها بسرعه، ودي يمكن من اهم الحاجات الموجوده النهارده. خلصت فقرتنا، استنونا وفقرات مختلفة من صباح البلد.